السلام عليكم. بالنسبة لي أنا هاد المهرجانات وهاد الفلوس وهاد الأموال الطائلة اللي تخسر على المواسم وهاد سميتو، من الأحسن كنت دار بهم شي حاجة اللي هي مفيدة للشباب بالنسبة لبزاف ديال المسائل الترفيهية أو أعمال مشاريع بالنسبة للشباب يخدموا فيهم. من الأحسن بالنسبة لي أنا، عندنا طرقات باقي بزاف، خصهم بزاف ديال الأعمال، خصنا الشباب خصو يخدم. كاين مشاريع بزاف متوقفة بحال ها انت، الطرقات ديال الترامواي هاي كازا كلها مخربة. حنا بقاو لينا المهرجانات راه خاص يكون كل شيء كامل بحال الكمالية كيتسماو، ما فيها باس. اما باش نبقاو كل صيف نديرو مهرجان نخسرو اموال طائلة على ظهر الشعب، راه هذا الشيء راه بزاف. اولا كنقدم نفسي، هشام القيسي، الكاتب العام ديال المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان. بالنسبة لهاد المهرجانات وهاد السهرات اللي تتنظم في بلادنا، حنا ما كنوقفوش ضدها، ولكن لما لا، كاين أولويات بالنسبة لبعض المناطق من ولوجيات من بنية تحتية، لأن بعض الأوقات كنولجوا شواطئ اللي ما كنلقاوش فيها يعني كما كنقولوا مقومات وبنية تحتية فيما يخص المراحيض، فيما يخص الولوجيات، فيما يخص الممرات، فيما يخص بزاف ديال الأشياء. إذا لما لا أن هذه المصاريف اللي كتصرف على هذه السهرات وعلى هذه المهرجانات يعني نحبذ أنها تقلل وتكون في مناطق محدودة، وتكون ذاك الميزانيات يعني توجه للأشياء اللي هي مهمة. بالنسبة لبعض المناطق كتعرف اقتضاد من ناحية داك السهرات وكتنظم بتنظيم جيد، وكاين مناطق اللي ما كيكونش التنظيم فيها جيد. لهذا كنستحسنوا ان هاد الميزانيات الضخمة اللي كتوجه لهاد السهرات وهاد الشيء انها تصرف على احسن وجه في البنية التحتية وفي جمالية الشواطئ، وفي نستغلوها في بالنسبة لخلق مساحات خضراء جديدة، نستغلوها للتوعية، نستغلوها يعني باش تكون وسائل التطبيب ولا وسائل الإنقاذ قريبة من المصطافين وقريبة من السكان. نستغلوها أننا نديروا واحد المراحيض عمومية اللي في جميع المناطق، لأنك راه هذه مسألة كنقولوا مسألة بسيطة، ولكن مسألة كتشكل واحد الحراج لبزاف ديال الأسر وبزاف ديال الناس اللي كيولجوا المناطق السياحية، وأنها كما كيلقاو لا فين يقضيو حاجتهم ولا فين أنهم يديروا حتى شي حاجة، وكيفسدوا لنا جمالية المنظر وكيفسدوا لنا جمالية الشكل في بعض المناطق. وهذا اللي كنتوجه به لهذه القناة والعنيين والمسؤولين. هاد الاموال اللي كتخسر على هاد المهرجانات يعطيوها للفنانه مساكن، كاين الفنانه اللي تقهروا، كاين الفنانه اللي باعوا الالات ديالهم من كورونا لدابا، كاين اللي ماتوا بالقهره وتفرقوا مع وليداتهم وتفرقوا مع عيالاتهم وتفرقوا مع العائلات ديالهم. بهذه المناسبه الجميله وكنتكلم بكل ثقه بصفتي انا فنان نيت، انا هاد المهرجانات وهاد الشيء ما كيستاب بنفس الفنان اللي بحالي انا وبحال عدد الفنانة اللي ضحاو ونضلوا وغناوا مهرجانات في عيد العرش، في بزاف الحوايج، بزاف الاعياد الوطنيه. ما تعيطوش علينا حنا دابا، بحال تقول بحال حنا طفينا، ما بقيناش كنقولوا، حنا باقي نعطيو. ولكن اخويا ما فهمتش، هذا هو المشكل اللي ما فهمتش ومازال ما عمري غنفهم هادشي. غادي وكيطول، هادي تقريبا انا واحد 5 سنين ما بقيتش غنيت. ملي كنا كنخدموا في العراسات، كنخدموا في الافراح، في السينما، هادشي ما بقاش. دابا ما بقى والو، كندير الاورينتال الشعبي، المغربي، الاندلسي، كلشي، الالات كاع، الالات كلهم الموسيقيه كنعزفهم. نحي غير الالات ديال النفخوم اللي ما كنديرش، ايقاع تندير كلشي. شاركت زمان في الثمانينات، كنا كنمشيو للسينمات، مشينا للحسيمه، مشينا للجديده، مشينا يعني كان ديك الساعه كان المهرجانات ديال، ماشي المهرجانات ديال مثلا بحال هاد اللي كاين دابا، كانوا غير هادشي ديال السينمات و عروض هادي وملحمات وهادشي. دوزنا بالزمان الحمد لله.